بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إثبات السحب من محفظة كونبوت. طبعا كوينبوت وليس كوينبوت. هي محفظة ترتبط بعدة مواقع كنا قد شرحناها. طبعا الآن وصلنا في الساتوشي إلى أكثر من 10,000، والحد الأدنى للسحب من هذه المحفظة هو 10,000 ساتوشي. سوف الآن نجري عملية السحب لهذا المبلغ كما ترونه بالضغط هنا، ثم اختيار الخيار الثاني سحب. طبعا أنا شرحت هذه المحفظة شرحا كاملا، لذلك سوف أقوم بوضع رابط الشرح أسفل الفيديو إن شاء الله. في البداية هنا سوف يطلب العنوان الذي سوف تسحب عليه. طبعا هناك رسوم للسحب وهو عبارة عن 1000 ساتوشي، أما إذا كنت سوف تسحب 50,000 ساتوشي فلا يوجد أي رسوم. كذلك يقول لك أن الحد الأدنى للسحب هو 10,000 ساتوشي، وأيضا يقول لك أنه خلال 48 ساعة. طيب على العموم يعني خلال 48 ساعة سوف يصل إلى محفظتنا هذا. الآن نضع ما يوجد لدينا هنا، نضع الباسورد الخاص بنا. قبل ذلك سوف أتي برابط المحفظة. طبعا أتأكد أنني نسخته بالكامل وفقط العنوان وليس شيئا آخر أو بإضافة أو زيادة به، تأكد أنه لا يوجد به أي شيء زائد. هنا الآن سوف أضع الباسورد الخاص بي. بعد ذلك سوف أقول أنني لست بروبورت أو برنامج. بعد ذلك أقوم بالضغط الآن هنا. كما ترون هنا يخبرني عبر هذه الرسالة، يقول يرجى تأكيد أنك ترغب في سحب. طبعا حط لي المبلغ الذي وضعته إلى عنوان محفظتي. ملاحظة هناك 1000 ساتوشي رسوم لهذا الانسحاب. لماذا؟ لأنني أقل من 50,000. لو كنت 50,000 لن يكون هناك أي رسوم. الآن سوف نضغط على تأكيد الانسحاب. طبعا الآن يقول لي تم طلب السحب. طبعا وأرسلوا رسالة إلى الإيميل، يرجى أن أقوم بإيش؟ بالضغط على الرابط الذي في الإيميل حتى يتأكد السحب خلال 60 دقيقة، ولا سوف تنتهي الصلاحية. أنا سوف أقول له موافق، وسوف أذهب الآن إلى البريد للضغط على الرابط. بعدما ضغطنا على الرابط خرجت لنا هذه النافذة كما ترون، تأكيد الانسحاب وقد طلب الانسحاب، سيتم معالجته ودفع مباشرة إلى محفظتك في غضون 48 ساعة. حط لي طبعا عنوان محفظتك. اوكي طيب نحذف هذه ما يحتاج. الان اصبح البيتكوين الموجود لدي كم؟ صفر. لا يوجد الان اي بيتكوين كما ترون، صفر. وتم سحب على هذه المحفظة طبعا خلال 48 ساعة كما ذكر. سوف يكون المبلغ موجود ان شاء الله في المحفظة. الآن سوف نقوم بإيقاف التسجيل. كما ترون أمامكم وصل المبلغ، ها هو كما ترونه، وأنا طبعا لم ألحق عليه وهو هنا، بل أصبح الآن موجود هنا. يعني سحبنا المبلغ من محفظة كوينبوت وذهب إلى محفظتنا على
البيتكوين المحفظة هذه كما ترونها وقد شرحناها سابقا. أصبح المبلغ هنا وأنا لم ألحق علي منها حتى أقوم بتسجيل الفيديو، بل أصبح الآن موجود هنا. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.